إنما أنزله الله يا عباد الله من الصحف والكتب كثير، ولكن القرآن كان أفضلها وأقومها وأجمعها، فهو خير كتاب لخير أمة على خير رسول، وليس من فضيلة حوتها الكتب السابقة إلا تضمنها القرآن، ولا رذيلة حذرت منها الكتب السابقة إلا وحذر منها القرآن. ولا ينتابنا شك أيها المسلمون أن قرآن ربي فيه أنفع المواعظ وأبلغ الزواجر، وفيه الهدى والنور لمن أراد طمأنينة الصدور، وفيه النفع والشفاء لدفع كل بلية وداء. آياته بينات وحجاجه داحضات وبراهينه جليات وأحكامه واضحات وقصصه محفزات، معجز في نظمه ولفظه وتصويره، ومبهر في بيانه وبلاغته وأسلوبه، وجامع في أحكامه وآدابه وتشريعاته، معجزة الرسول الخالدة وحجة ثبوته القاطعة، أعجز الله به البلغاء وأبهر به الفصحاء وأحار به الأدباء، يأسر القلوب ويحتويها ويسلب العقول ويستميلها، ما خضعت الأعناق ولا انحنت الرؤوس إلا إليه، ولا رقت القلوب ولا دمعت العيون إلا منه، وما غيرت البشرية أديانها وتنصلت من مللها وهجرت مذاهبها وتركت أعرافها إلا لأجله، لقد وجدت فيه بغيتها ورأت معه طموحها، ولما تيقنت أنه المورد العذب والمنهل الصافي استجابت إليه وأعرضت عما هو دونه.